لعب مسيوسال اللي ضيع ضربه الجزاء. انا من هذا المنبر نبلغ له السلام تاعي، تحيه توعي، ونقول له هذه كره القدم. احسن لاعبين في العالم باجيو ما ادراك في ايطاليا ضيع ضربه جزاء وما داش كاس العالم، يعني ما يدير والو في راسه، وحنا رانا معاه. يعني حنا كيما يقول لك، كيما حنا ربحنا ولا خسرنا، كيما يقولوا شباب القبائل، حنا شباب القبائل رانا معاه ربحه ولا خسره. وان شاء الله اللقاء تاع الديربي القبائلي اللي راح يلعب في تيجي بزون ان شاء الله يكون تحفه ثاني، ولا نوصل المناصرين اما تاوعنا يعني شباب القبائل ولا الفرق الجزائريه كيما راهم الحذر والحيطه، يعني ملعب كيما الدويره ملعب عالمي، نشوفوا هذوك المناظر يعني ما تشرفش البلاد.